بسم الله الرحمن الرحيم، أعزائي طلاب المرحلة الثالثة، أرحب بكم في محاضرة جديدة لمادة الأدوية فارما 1 ضمن موضوع الـ Antibiotics، المضادات الحيوية. طبعا كان هدفي بالبداية أنه أعمل هذه المحاضرة بشكل بث مباشر عن طريق اليوتيوب، وجربنا الصبح يعني هذه الحالة البث المباشر، بس كان أكو بعض الإشكالات، فراح نحاول نسجلها مسجلة هاي المحاضرة يعني، وننزلها بالطريقة الاعتيادية، وبعدين بالمستقبل إن شاء الله يعني نحاول نتواصل معاكم عن طريق برامج الفيديو كونفرنسينج، يعني نسوي فد جلسة حية بث مباشر حي يعني، مثلا عن طريق برنامج ميت على سبيل المثال، أو برنامج زوم على سبيل المثال، ممكن نستخدمها يعني بالمستقبل، نعمل فد سيشن فد لقاء وياكم، نجاوب على أسئلتكم إن شاء الله، يعني بخصوص هاي المحاضرة والمحاضرات الأخرى عن قريب إن شاء الله يعني. فنبلش إن شاء الله المحاضرة. فمحاضرتنا اليوم راح تكون عن البروتين سينثيس انهبيتورز. فد فيديو سريع بس حتى نشوف العملية. البروتين سينثيس انهبيتورز موضوعنا لهذا اليوم، هذا الجزء الأول طبعا. فبالبداية لازم نعرف أنه البروتين سينثيس انهبيتورز تستهدف البكتيريا الرايبوسوم. البكتيريا الرايبوسوم بالمقارنة اللي هو 70S مقارنة مع ماميليان رايبوسوم يختلف من حيث الستركتشر والسايز. فالبكتيريا الرايبوسوم بقطعتين 50S و30S subunits، بينما الماميليان ب 60S و 40S subunits، يعني يختلف من حيث الستركتشر ومن حيث السايز. بالمقارنة الماميليان ميتوكوندريال رايبوسوم، يعني اكو رايبوسوم اخر موجود غير هذا، العفو غير هذا، موجود ايضا بخلايا جسم الانسان او الماميليان سيلز، رايبوسوم اخر اللي موجود بالميتوكوندريا نفسها، زين، هذا الستركتشر ماله قريب الى حد ما من البكتيريا الرايبوسوم، يعني ما يشبه الرايبوسوم مال السيلز وانما يشبه مال البكتيريا. المجموعة الأولى اللي راح نتكلم عنها اليوم هي التتراسايكلينز. من جت التسمية؟ أربعة حلقات موجودة، فـ
سميت على هالأساس بالتترا سايكلينز. They consist of four fused rings with conjugated double bonds. الميكانيزم اكشن مال التترا سايكلين هو ببساطة شديدة. اولا لازم تدخل الخلية. They have to enter the susceptible cells. دخولها شلون يتم؟ اما passive diffusion. يعني ايش passive diffusion؟ يعني تدخل عبر الممبرين اللي يكون permeable لها، يعني يسمح بمرورها من التركيز العالي الى التركيز المنخفض. او اكو فت كارير يحتاج طاقة ATP، يعني Energy Dependent Carrier، اللي يحملها من خارج الخلية إلى داخلها. أكو شكل ثالث طبعا هذا ما موجود بالتتراسايكلين، نسميه Facilitated. أكو Carrier أيضا أو Transport System بس ما يحتاج طاقة، نسميه Facilitated Diffusion. هذا نسميه Facilitated Diffusion. إحنا ما عدنا هذا الشيء بالنسبة للتتراسايكلين، عندنا Passive Diffusion هذا بدون Carrier من التركيز العالي إلى المنخفض، وعندنا Active Transport Energy Dependent Transport. فأول خطوة هي دخولها. الخطوة اللي بعدها راح يرتبط مع 30S Subunit تتراسايكلين، هنا يرتبط ويمنع دخول ال tRNA اللي يحمل أمينو أسيد جديدة حتى يضيفه إلى هذا السيكونس اللي دا يتم تصنيعه من الأمينو أسيد. هاي سيكونس من أمينو أسيد يتم تصنيعها هنا بهذا الأبريتس، الرايبوسومال أبريتس، اللي يتكون من 50S subunit وال30S subunit والmRNA اللي هو القالب مال تصنيع البروتين، يعتمد على التسلسل مع القواعد النيتروجينية به لتحديد تسلسل الأحماض الأمينية اللي تدخل في تركيب هذا البروتين الجديد اللي يتم تصنيعه. فموقع دخول tRNA اللي يحمل أمينو أسيد جديد حتى نضيفه على هاي السلسلة من هنا من الأي سايت يرتبط التتراسايكلين بهذا الموقع، فيمنع دخول ال tRNA مع الأمينو أسيد، وبالتالي تتوقف عملية تصنيع البروتين. فإذا يتوقف البكتيريا بروتين سينثيسيس لهذا السبب. طبعا تتراسايكلينز عندنا عدة مركبات، الديميكلو، الدوكسي، المينوسايكلين، تتراسايكلين، هاي كلها تنتمي لهاي المجموعة. السبيكترم مال تتراسايكلين هي بكتيروستاتيك انتيبايوتكس. القاعدة العامة انه اي مضاد حيوي يمنع البروتين سينثيسيس هذا نعتبره بكتيروستاتيك، باستثناء جروب هسه نتكلم عنها. فالتتراسايكلينز تعتبر بكتيروستاتيك كومباوندز، وبنفس الوقت السبيكترم مالتها واسع جدا، تشتغل على عدد كبير من الجرام بوزيتيف جرام نيجاتيف بكتيريا as well as other types of microorganisms. They are the drug of choice for many infections. مثلا gram positive bacilli مثل bacillus anthracis، على gram negative bacilli مثل brucella اللي هي حمى مالطا، vibrio cholerae اليرسينيا، على ايضا anaerobic organisms مثل clostridium perfringens و clostridium tetani. هذه تسبب gas gangrene clostridium perfringens، والclostridium tetani تسبب الجزاز. على السبايروكيتس ايضا تشتغل مثل البوليديا والليبتوسبايرو، على المايكوبلازما والكلاميديا، عن other types for example ريكيتسيا تشتغل. فاذا السبيكترم مالتها واسع جدا مثل ما نشوف هنا، تشمل جرام بوزيتيف كوكوساي، الستافيلوكوكال، الستريبتوكوكاي، على جرام بوزيتيف باسيللاي باسيلس انثراسيس، جرام نيجاتيف باسيللاي، على anaerobic organisms، على spirochetes، على mycoplasma والكلاميديا، وعلى الريكيتسيا. هاي المستطيلات البيضاء بالمناسبة يعني ما مطلوبة من عندكم، فقط اسم ال infection اشنو، مثلا كوليرا اللي سبب اشنو فيبريو كوليري، والدواء اشنو المستخدم دوكسيسايكلين مثلا هنا. الباقي التفاصيل ما مطلوبة، هاي فقط للاطلاع. المستطيلات البيضاء ما مطلوبة، بس السبيكترم مطلوب من عندكم، سبيكترم مطلوب من عندكم. اش وقت يحصل ريزيستنس للتتراسايكلينز؟ اذا كان الاورجانيزم غير قابل على انه يسوي اكيميليشن للدراج انتراسيلولارلي، يعني ما يقدر يتراكم الدواء داخل البكتيريا، هنا يصير عندنا ريزيستنس. اش وقت نشوفها؟ هذه مثلا لما يكون اكو اكتف اي فلكس في المضخه تطرد الدراج خارج الأورغانيزم. هذا the most common mechanism، يعني أكثر شيء شائع للريزيستنس للتتراسايكلينز هو هذا الأكتف إفلكس.
احيانا ايضا تولد بعض البكتيريا انزيمز اللي تعمل inactivation للتتراسايكلين، فيصير انزيماتيك inactivation. وبعض الاحيان الاخرى اكو بروتينات تصنعها البكتيريا اللي تقوم بمنع التتراسايكلين من البايندينج للرايبوسوم. هو لازم يرتبط مع ال 30S سب يونت مال رايبوسوم، مال بكتيريا الرايبوسوم. احنا قلنا البكتيريا الرايبوسوم هو 70S كومباوند ب 50S يونت القطعة الكبيرة و 30S سب يونت القطعة الصغيرة، فهو يرتبط على ال 30S ويمنع البايندينج مال تي ار ان اي اللي يحمل امينو اسيد جديدة لاضافتها الى الامينو اسيد البروتين اللي يتم تصنيعه. فمنع البايندينج ماله للرايبوسوم ممكن يحصل اذا تولدت بعض البروتينات which prevent tetracycline from binding to the ribosome. اي اورجانيزم يكون ريزيستنت لاي من التتراسايكلين راح يكون ريزيستنت للمجموعه كلها، وهي ايش نسميها كروس ريزيستنس. التتراسايكلينز تمتص بصوره جيده بس مو كامله، امتصاصها مو كامل. اذا هالكلام اذا اخذت after oral ingestion يعني. الدوكسيسايكلين مينوسايكلين امتصاصها يكون تقريبا كامل، almost totally absorbed after oral administration. التتراسايكلينز عندها مشكله انه لازم ما تاخذها مع اي كومباوند يكون يحتوي على مشتقات الالبان. اي ماده غذائيه تحتوي بالدايت بها مشتقات الالبان ما لازم تاخذها ويا التتراسايكلين. لماذا؟ لانه الكالسيوم اللي موجود بهاي مشتقات الالبان يتفاعل مع التتراسايكلين ويولد نون ابزوربابل كيليتس. نون ابزوربابل كيليتس تتكون اللي ما يمكن انه تمتص، فما يحصل امتصاص الها من ال جي اي تي. هاي النان ابزوربابل كيليتس ايضا تتكون with other divalent cations، divalent cations and trivalent cations. مثلا اللي موجوده بالمغنيسيوم and aluminium anti acids، مثلا اللي موجوده بالايرون preparations اللي يستخدموها جماعه فقر الدم، مركبات الحديد. هاي كلها ايضا تعمل نفس المشكله انه تصير كومبلكسيشن مع التتراسايكلين، فيتولد عندك يعني نون ابزوربابل كومبلكس. التتراسايكلين تتركز في عده مناطق بالجسم، منها الليفر، منها الكيدني، السبلين، منها ايضا السكين. ايضا التتراسايكلين تفضل البايندينج للتشوز اللي بيها كالسيفيكيشن او يترسب بيها نسب كبيره او من الكالسيوم. تشوز which in which calcium is heavily deposited مثلا بالتيث بالبون، يتنافس for binding to these tissues with calcium. المينوسايكلين والدوكسيسايكلين هم الوحيدين اللي يحققون تركيز ثيرابيتيك عالي يعني وعلاجي يكفي للتريتمنت يعني بال CSF، بينما البقية تكون inadequately penetrate CSF. المينوسايكلين كذلك أيضا يتميز أنه يحقق تراكيز عالية بالسلايفا وبالتيرز. هذا وين يفيدنا؟ أكو مجموعة من الأشخاص اللي نقول عنهم بينهم منينجوكوكال كارير. يعني إيش نو؟ يعني عنده إصابة بالمينينجوكوكاي بس ما ظاهر عليه أعراض، إصابة سابقة، إصابة حديثة، كذا، بس المهم ما عنده أعراض. في هذا الشخص يكون كارير، يعني يحمل البكتيريا بجسمه بس ما عنده أعراض، وتنفرز معه إفرازات جسمه يعني السلايفا، التيرز إلى آخره، فيكون مصدر عدوى للبقية المحيطين به. فحتى نعمل إراديكيشن هاي من الجيكوكاي من هيجي أشخاص اللي هم الكارير، بما انه المينوسايكلين ينفرز بالسلايفا وبالتيرز يفيدنا بهذه النقطة. So it is useful for eradicating the carrier state بهاي الحالة، لأنه ينفرز بالسلايفا والتيرز فيقضي على البكتيريا اللي تنفرز أو تطلع بهذه ال body fluids. التتراسايكلينز are partly metabolized يعني تتعرض لأيض جزئيا يعني بالليفر،
والطرح مالته يكون عبر الكونجيجيشن، يعني يصير بيها كونجيجيشن والجلوكورونيك اسيد. هذا الجلوكورونيك اسيد لو فرضنا، طبعا هاي جزيئات ليست تتراسايكلين بس احنا جايبيها لغرض المثال يعني حتى اشوفكم اياها، ترتبط بواسطة الانزيم هذا الجلوكورونيك ترانسفيريز مع جزيئة الجلوكورونيك اسيد، فالمركب الناتج نعتبره كونجيجيت كونجيجيتد سبستنس، يطرح عبر ما نسميه phase 2 reaction زين الى الليفر. فالبيرنت دراج يعني دراج مثل ما هو بدون ميتابوليزم، والميتابولايتس مالته تنطرح عبر الليفر الى البايل، الى البايل منها. هاي الكونجيجيتس اللي تتكون ممكن يصير بيها دي كونجيجيشن، يعني تنفصل عن الكونجيجيت اللي ارتبطت بيها اللي ذكرنا هنا البلوكيرونيك اسيد، تنفصل عنه ترجع تتحرر تصبح فري تتراسايكلينز، ترجع مرة ثانية ممكن تمتص من الانتستين وتذهب الى البلد ثم الى الليفر وتنعاد هاي العملية مرة اخرى، يعني تذهب الليفر مرة ثانية يصير بيها كونجيجيشن وتنفرز عبر البايل وهكذا، بس طبعا جزئيا مو كاملة، يعني قسم منها ينفرز عبر الفيسيس الى خارج الجسم. فهذا السايكل، هاي السايكل نسميها انتيرو هيباتيك سايكلينج او انتيرو هيباتيك سيركيليشن، ووراها الكونجيجيتد سبستنسز تظهر باليورين، they enter the urine by glomerular filtration. فالطرح النهائي مالها يكون عن طريق الكدني، فاذا هي جزئيا partly by renal partly by hepatic. اي obstruction للبايل دكت او hepatic and renal dysfunction او disease راح يزيد الهاف لايف. شنو معنى هاف لايف؟ انتم ماخذين الهاف لايف المفروض اللي هو هذا السيرم كونسنتريشن وهذا التايم، الوقت الزمني اللي يحتاجه الكونسنتريشن حتى ينزل الى نصف التركيز، اعلى تركيز يحققه اشقد بالستيدي ستيت مثلا 400، اذا قطعت العلاج يبدي ينزل التركيز، الوقت اللي يحتاجه حتى ينزل الى نصف التركيز الاصلي بالستيدي ستيت، هاي المسافة الزمنية من 400 إلى 200 أشقد الفترة الزمنية كم ساعة مثلا 4 ساعات هنا، أنا هاي الفترة نسميها الهاف لايف. فحصول وجود هيباتيك أو رينال ديسفانكشن أو أوبستركشن للبايل دكت يجعلها تنحصر بالجسم ما تطلع ما يصير بيها إكسكريشن، فيزيد الهاف لايف، يبدي الهاف لايف أو سيرم كونسنتريشن مالتها يصعد. الدوكسي سايكلين ممكن ننطيه إن رينالي إمبيرد patients بدون إشكالات، ليش؟ لأنه يعني preferentially excreted in the bile، يعني يطرح تقريبا كليا بالبايل ما له علاقة بالرينال function، بينما البقية لا تتأثر بالرينال disease، قلنا يصير بيها تصعد الهاف لايف concentration مالته، باستثناء منه الدوكسيسايكلين. لماذا؟ لأن هو excreted by the bile فما يتأثر بالرينال diseases أو renal problems. التتراسايكلينز من الأدوية اللي شائعة الاستعمال، بس معظم المرضى بعد فترة يضطر أنه يترك العلاج. لماذا؟ كثير من الأشخاص في عندهم نون كومبلاينس، يعني ما يلتزم بالعلاج، يترك العلاج بعد فترة. لماذا؟ أحيانا تسبب ما نسميه بالإبيغاستريك ديسترس، يعني ألم بالمعدة قوي سبب الإيريتيشن اللي تسبب الغاستريك ميكوزا، مرات يكون كلش مزعج للمريض بحيث خلال يوم أو يومين أو ثلاثة تظهر عليه هاي الأعراض فيترك العلاج. النقطة الثانية قلنا أنه هي تتنافس مع الكالسيوم for deposition in the calcified tissues، بمعنى أنه لو انطيتها بالgrowing children الأطفال فترة النمو راح تكون كلش مضرة أو ضارة بالنسبة لهم على هاي الأنسجة اللي بيها نسبة كالسيوم عالية مثل البون مثل primary dentition يعني الأسنان زين، فهنا راح يكون تأثير كلش ضار، مرات يسبب discoloration مثل هنا مثل ما نشوف بالصورة، يعني اصطباغ للأسنان أو هايبوبليزي يعني تشوهات بها، مرات يصير temporary stunting of growth يعني تقزم عند الطفل أو تأخر بالنمو عن الحد الطبيعي نتيجة أنه تعرفون الطول ما الشخص يحدد نمو العظام الطويلة مثل عظم الفيمر ما الفخذ مثلا، هاي من محددات النمو أو الطول يعني، فمرات يسبب temporary stunting of growth مؤقت يعني إعاقة مؤقتة للنمو إذا كان الإفكت ماله كلش قوي على البون، فإحنا ما ننصح بإعطائه طبعا للأطفال في فترة النمو.
ايضا لو انطيناه للبريجننت وومن شافوا انه ممكن يعمل هيباتوتوكسيستي توكسيك افكت على الليفر بالبريجننت وومن. هاي اشوق شافوه اكثر شيء بالبيشنتس اللي ياخذون هاي دوزز اوف تتراسايكلين، يعني البريجننت وومن اللي تاخذ هاي دوز وخصوصا اذا كان عندها التهاب في الكليه نفسها، انفلاميشن بالكدني نفسه، كدني تيشو اللي نسميه بايلونيفرايتس، لو كان عندها هذه الحاله موجوده او كانت تاخذ جرعه عاليه من التتراسايكلين احتمال حصول هيباتوكسيستي يكون عالي بالبريجننت وومن. فاذا احنا ما ننصح عموما، يعني ما ننصح باعطائها للبريجننت وومن. النقطه الاخرى انه تسبب فوتوتوكسيستي اللي يظهر بشكل سيفير سانبرن، يعني احتراق او شديد للبشره، فالدامج يصير بالسكين تيشو عند التعرض لأشعة الشمس أو الألترا فايلت أو السون ريز إذا كان المريض يأخذ تتراسايكلين. هذا يجي من التفاعل من التتراسايكلين اللي قلنا يترسب بالسكين مع ضوء الشمس. بعض الأحيان نشوفه عند بعض المرضى خصوصي منه الناس اللي تأخذ تتراسايكلين، ديميكلوسايكلين أو دوكسيسايكلين، هذول ننصحهم بأن ما يتعرضون للضوء فترات طويلة أو يعني فترات الذروة مع الضوء لما يكون الضوء يعني بشدته. هم أحب أنه أنوه إلى أنه تتراسايكلين هنا المقصود بها مو الجروب كلها، مجموعة التتراسايكلين، وإنما هو أكو دواء أصلا اسمه تتراسايكلين، يعني هذا الاسم هو يعني الدواء نفسه التتراسايكلين، ويعني أيضا المجموعة، المجموعة كلها، فهنا نستخدمه كدلالة على الدواء المنفرد اللي هو اسمه تتراسايكلين وليس على الكلاس. فهذا التتراسايكلين، ديميكلوسايكلين، دوكسيسايكلين، هذول الثلاثة ممكن يسببون فوتوتوكسيستي اللي هي دامج بالسكين تيشو، يظهر احيانا يكون سيفير سانبرن عند بعض الاشخاص. التتراسايكلينز احيانا تاثر على جهاز التوازن اللي موجود بالاذن الداخليه اللي هو الفيستيبولار ابريتس، اللي هو هذا الجزء الفيستيبولار ابريتس. فهذا السايد افكت يظهر مثلا بشكل ديزينس، نوزيا اند فوميتنج، خصوصي وين نشوفه بالمينوسايكلين واحيانا ايضا بالدوكسيسايكلين. هذه تسبب فيستيبولار توكسيسيتي، يعني يصير عنده دوخه ودوران ولعبان نفس وكذا. واخر نقطه تقريبا اللي هي سيدو تيومر سيربري، اللي هو ارتفاع بالضغط داخل الجمجمه نسميه انتراكرينيال هايبرتنشن، يعني البريشر داخل البرين اللي ينتج من البرين تيشو اند فلويدز مثل السي اس اف، هذا نسميه الكرينيال بريشر، كرينيال بريشر، انتراكرينيال بريشر. ارتفاعه نسميه انتراكرينيال هايبرتنشن، انتراكرينيال هايبرتنشن. فمرات يرتفع هذا البريشر داخل البرين، داخل البرين تيشوز اند فلويدز اللي نقصد بها السي اس اف يعني، والارتفاع هنا يكون بناين، يعني مو سبب تيومر وانما سبب هذا الدراج. عشان تظهر الأعراض عند المريض هيديك قوي مع blurred vision، بس طبعا هاي الحالة تكون أشنو، تكون نادرة، يعني مو دائما نشوفها، يعني أحيانا قليلة أو نادرة نشوفها عند بعض الأشخاص. عندنا أيضا بما أنه هي broad spectrum antibiotic، نتوقع أنه أحيانا لو انطيناها المرضى يصير عندنا overgrowth لبعض microorganisms بالكانديدا أو الستافيلوكوكاي، ريزيستنت ستافيلوكوكاي، وين؟ بالانتستين. لماذا؟ هاي ذكرناها سابقا انه يصير اوفر جروث للريزيستنت بكتيريا، فيصير اوفر جروث بها بهاي المنطقه بالانتستين تعمل مشاكل. بعض الاحيان الاوفر جروث يصير بايش؟ بماء فد بكتيريا كلش خطره اللي هي الكلوستريديان ديفيسيل اللي تهاجم قلنا الميوكوزا مال القولون وتسبب عندنا حاله خطره نسميها سيدو ممبرينس كولايتس، سيدو ممبرينس كولايتس، فهاي خطره كلش. هاي ايضا ممكن تحصل احيانا مع التتراسايكلينز. التتراسايكلين لازم ما ننطيها للاشخاص اللي عندهم رينال امبيرمنت، الاشخاص اللي عندهم مشكله بالكدني، باستثناء الدوكسيسايكلين نقدر ننطيه. لماذا؟ لانه ما يطرح عن طريق الكدني وانما يطرح عن طريق الليفر. التتراسايكلين كذلك ما ننطيها للبريجننت وومن ولا للبريست فيدينج وومن ولا لأي شخص عمره أقل من 8 سنوات بسبب تأثيراتها الضارة على الأطفال وعلى النمو، ما ننطيها لهؤلاء الأشخاص. فهذا should be
يعني they are contraindicated in these patients. المركب الآخر اللي مشتق من التتراسايكلين هو جليسيل سايكلينز. الجليسيل سايكلينز اللي المركب الوحيد الموجود من هاي المجموعة هو التاجي سايكلين. هذا نيو كلاس اوف انتي مايكروبيال دراجز نسميه جليسيل سايكلينز. هذا من حيث الاستراكشر ماله مشتق من المينوسايكلين اللي هو التتراسايكلين. فهو اذا اشنو structurally related to tetracyclines، وايضا لنفس السبب عنده a broad spectrum of activity لان هو اصلا مشتق من التتراسايكلين فيشتغل بنفس الطريقه، وايضا السبيكترم ماله مشابه it is a broad spectrum drug. الميكانيزم اكشن ماله نفسه مال التتراسايكلين فما راح نعيده، هو نفس الطريقه يشتغلون اثنينهم لان هو اصلا مشتق من عندهم. it is structurally related to tetracycline. it is a derivative of minocycline فهو يشتغل بنفس الميكانيزم مال التتراسايكلين. الفروقات وين بينه وبين التتراسايكلين؟ هو مشتق من التتراسايكلين بس هو جين متطور حديث من هاي المجموعة التتراسايكلين. هو وين يفيدنا؟ وين ما عندنا تتراسايكلين ريزيستنت بكتيريا نتوقع انه التايجي سايكلين يفيدنا. فالتايجي سايكلين عنده expanded broad spectrum activity اللي تشمل ميثيسيلين ريزيستنت ستاف، المالتي دراج ريزيستنت ستريبتوكوكاي، والفي ار اي اللي هو فانكومايسين ريزيستنت انتيروكوكاي، هاي المجموعة اللي هي جرام بوزيتيف، كذلك على الجرام نيجاتيف بكتيريا خصوصا الاي اس بي ال بروديوسينج جرام نيجاتيف بكتيريا اللي كلش خطره، الاسينتوباكتر بوماني ايضا يشتغل عليها، كثير من الانيروبيك اورجانيزمز يشتغل عليها، لكن رغم انه كونه واسع الطيف ويشتغل على كل هاي البكتيريا القائمه الطويله من البكتيريا الخطره واللي هي مالتي دراج ريزيستنت الا انه نشوف انه ما عنده اكتيفيتي على ال 3 بيز، البيز الثلاثه اللي هم البروتياس بروفيدنشا سيدوماس، هذول الثلاثه ما يشتغل عليهم يكونون ريزيستنت. التاجي سايكلين بما انه يشتغل على جرام بوزيتيف بما فيه الستافيلوكوكال فنتوقع يفيدنا بالسكين اند سوفت تيشو انفكشنز، وبما انه يشتغل على الانيروبس وعلى جرام نيجاتيف نتوقع الانتيروكوكا الانتيريك بكتيريا يعني والايروبيك بكتيريا نتوقع وين يفيدنا بالانترا ابدومينال انفكشن. لماذا؟ لانه الانترا ابدومينال انفكشن عاده تكون بولي مايكروبيال يعني انفولف مور ذان وان تايب اوف بكتيريا وتشمل ايضا الانيروبيك بكتيريا، فبما انه يشتغل اصلا عليها فنتوقع انه يخدمنا بهذول الشغلتين. التايجي سايكلين هل نتوقع عنده ريزيستنس؟ اكو ريزيستنس للبكتيريا اللي هو بالاساس اخترعوه او وجدوه حتى يعالج لنا مشكلة ظهور التتراسايكلين ريزيستنت بكتيريا، خصوصي البكتيريا اللي تولد الاي فلكس بامب. زين، فهاي نوعين من البكتيريا اصبحت ريزيستنت للتتراسايكلين فقاموا بتصنيع التايجي سايكلين على اساس انه جيل جديد متطور من التتراسايكلين اللي يعالج هاي المشكلة مال الريزيستنس، ويعالج ايضا مشكلة بكتيريا اللي عندها نوع ثاني من الريزيستنس ميكانيزم اللي هو نسميه الرايبوسومال بروتكشن. اشنو الرايبوسومال بروتكشن؟ هو عباره عن حمايه الرايبوسوم مال البكتيريا من الايفكت مال تتراسايكلين اشون عبر تصنيع بروتينات واللي which protect the bacterial ribosome from binding tetracycline يعني تمنع الارتباط مال تتراسايكلين بالرايبوسوم فيتم حمايه الرايبوسوم من الايفكت مال التتراسايكلين والتتراسايكلين ما يشتغل. فهو اصلا تم تطوير التاجي سايكلين حتى يتغلب على هذول الشغلتين، على الريزيستنس نتيجه الاي فلكس بامب وعلى الريزيستنس نتيجه الرايبوسومال بروتكشن. مع هذا ظهرت حديثا بعض الاجيال من البكتيريا اللي هي ريزيستنت للتاجي سايكلين. منين جاي هذا الريزيستنس؟ انه تقوم تصنع كميات كبيره يعني اوفر اكسبريشن من الاي فلكس بامب فتصبح بهاي الحاله مقاومه للإفكت مال تاجي سايكلين، بس هذه مو كلش موجودة يعني نادرة. تاجي سايكلين الديستريبيوشن ماله انتو ذا بود تيشوز عالي وسريع فإذا ما يبقى بالدم فترة طويلة، وبالتالي وين ما يفيدنا؟ ما يفيدنا بالبكتيريميا اللي هو انفكشن اوف ذا بلاد ما يفيدنا. التاجي سايكلين ما يصير بليفر ميتابوليزم زين، وإنما ينطرح برايمرلي إليمينيتد عن طريق البايل وعن طريق الفيكال اكسكريشن.
ما نحتاج دوز ادجستمنت برينال امبيرمنت. لماذا؟ لانه ما ينطرح عن طريق الكليه، فنقدر نستعمل عادي بالرينال ديسفانكشن بدون دوز ادجستمنت. لكن لو كان عندك سيفير هيباتيك ديسفانكشن بهاي الحاله لازم نعمل دوز ادجستمنت. التايجي سايكلين هو مشتق من التترا سايكلينز، فعنده نفس الادفيرس افكتس اللي نشوفه اللي ما حاجه نعيده مال التترا سايكلين اللي ذكرناها قبل شويه، لكن يختلف عنهم اشنو؟ انه بي سيجنيفيكانت نوزيا اند فوميتنج، يعني كلش شائعه وكلش قويه تكون نوزيا فوميتنج اللي يسببها. التايجي سايكلين عند تداخل دوائي مع الوارفارين اللي هو انتي كوجلنت سبستنس، يعني مضاد التخثر. الوارفارين من الادويه اللي عنده لو او نارو ثيرابيتيك اندكس، يعني لازم نكون كلش حذرين لما نعطي الدوز مالته ونراقب تخثر الدم عبر اندكسز معينه نقيسه، يعني حتى نتوقع، يعني حتى نستخدم الوارفارين بدون ما نسبب توكسيسيتي للمريض اللي هي البليدنج. زين، ف شافوا انه لما ننطي الوارفارين مع التايجي سايكلين ايش يصير عندنا؟ يمنع الكليرنس مال الوارفارين، فالافكت الدوائي مال الوارفارين يبدي يزيد، فتصير عندنا توكسيسيتي. فلازم نعمل مونيتورنج للافكت مال الوارفارين على الدم، يعني الانتي كوجيليشن اللي يسبب الوارفارين لازم نعمل له مونيتورنج بانتظام اذا ننطي وياها تايجي سايكلين. فالانتي كوجيلنت افكت شود بي مونيتورد وين تايجي سايكلين از جيفن وذ وارفارين، حتى اشنو نحمي المريض من التوكسيك افكتس مال وارفارين. لماذا؟ لانه هذا الدواء يقلل الكليرنس فيزيد التوكسيك افكت او الدرج افكت عموما مال وارفارين يبدي يزيد. النساء اللي ياخذون كونتراسبتيف مانع الحمل الهرمونال يعني الحبوب لازم يستخدمون طريقه ثانيه للكونتراسبشن بالاضافه للحبوب مال كونتراسبتيف بيلز إذا تم استخدام هذا المركب المضاد الحيوي التايجي سايكلين أثناء فترة استخدام الكونتراسبتيف. زين، هاي النقطة مهمة. لماذا؟ لأنه شافوا أكو دراسات تمت شافوا أنه استخدام هذا المضاد الحيوي، طبعا مو بوحدة وإنما مجموعة من المضادات الحيوية، إذا أخذت مع الأورال كونتراسبتيف دراجز يصير عندنا كونتراسبتيف فيلر، يبدي ينخفض تركيز الإستروجين والبروجستيرون اللي موجود بهاي الحبوب مال الكونتراسبتيف بالدم، يبدي ينخفض التركيز مالتها فيفشل الكونتراسبتيف افكت مالتها، فيصير عندنا كونتراسبتيف فيلر لو اخذت مع مضادات حيويه معينه وواحد منها هو التايجي سايكلين. فايش ننصح المراه اللي تستخدم الكونتراسبتيف بيل؟ انه تستعمل فتره استخدام المضاد الحيوي تاخذ انذر ميثود اوف كونتراسبشن، يعني يصير طريقتين للكونتراسبشن، الحبوب اللي هي اصلا تستعملها زائدا طريقه ثانيه لازم معها طوال فترة استخدام المضاد الحيوي. هاي الظاهرة أيضا نشوفها مع الميترونيدازول، مع الأموكسيسيلين، مع الريفلامبين، كلها تظهر بها هذا الكونتراسبتيف فيلر لو أخذت مع حبوب الكونتراسبتيف بيلز. فهاي التداخلات الدوائية، يعني مع الكونتراسبتيف بيل يعمل كونتراسبتيف فيلر يسبب فشل العلاج ويعني ممكن يصير بريجنسي. مع الوارفارين يزيد الأنتي كوجلنت افكت مالته، فلازم نعمل مونيتورنج لل وارفارين. هذا بالنسبة للتتراسايكلين. المركبات الأخرى اللي أيضا تشتغل على موضوع البروتين سينث انهبيتر هي الأمينو جلايكوسايدز. التسمية مال الأمينو جلايكوسايد جاية من الستركتشر مالتها. أكو عندك تو أمينو شوغرز مربوطة مع جلايكوسيديك لينكج، هاي الجلايكوسيديك لينكج إلى سنترال هيكسوز نيوكليوس. فالتسمية جاية من هنا، يعني عندك أمينو شوغر بواسطة جلايكوسيديك لينكج مربوطة مع سنترال هيكسوز نيوكليوس، فالتسمية جاية من هنا أمينو جلايكوسايز. طبعا الأمينو جلايكوسايز هي مشتقات طبيعية من بعض الأورجانيزمز. فعندك القاعدة العامة الستريبتومايسيس اللي هو الفطر اللي اسمه الستريبتومايسيس ينطينا مجموعة من المضادات الحيوية من هذا النوع الأمينو جلايكوسايز، كلها تنتهي بمايسين بالواي، حرف الواي مايسين، ستريبتومايسين، نيومايسين، كانامايسين، توبرامايسين، كلها بيها MYCIN، واي أهم شيء الواي. بينما المضاد الحيوي اللي مشتق من نوع آخر من الفطريات
مايكرومونوسبورا يكون نفس التسمية بس مايسين هنا بالآي حرف الآي. فأنت إيش تفرق بيناتهم من حيث الأصل، يعني هو من مشتق من أي نوع من الفطريات؟ من هذا الحرف. إذا آي فهو مشتق من المايكرو مونوسبورا، وإذا واي فهو مشتق من الستريبتومايس. نلاحظ أنه معظمها مشتقة من الستريبتومايسس مثل ما نشوف هنا أنا. الأمينو جلايكوسايز إيش تشتغل؟ أول مرة تدخل الخلية تحتاج طريقتين، أو تشتغل يعني أو تدخل بطريقتين لداخل الخلية. أولا ديفيوجن عن طريق البورين شانلز اللي تكلمنا عنها سابقا إلى داخل الخلية. كذلك أكو أكسجين ديبندنت ترانسبورت سيستم ينقلها إلى داخل الخلية. فإذا أول مرة تدخل إما عبر البورينز أو عن طريق أكتف ترانسبورت أكسجين ديبندنت سيستم اللي ينقلها إلى داخل الخلية. من دخلت إلى داخل الخلية راح ترتبط مع 30S سبيونت، يعني نفس المكان مال الارتباط مال تتراسايكلين أيضا على 30S، لكن الفرق أشنو هنا أنا. إما راح تمنع الأسمبلي أوف ذا ريبوسومال أبريتس اللي هو أشنو القطع الثلاثة ال 50S، إذا تذكرون الفيديو بداية المحاضرة ال 50S وال 30S والجزيئة مال mRNA تنجمع سوا حتى يبدي تصنيع البروتين. فهاي الثلاثة مع بعضها نسميها ريبوسومال أبريتس، ريبوسومال أبريتس، أو نسميها الانيشيشن كومبلكس. فالأمينو جلايكوسايز هاي المركبات تقدر ترتبط مع ال 30S قبل ما يتولد هذا الريبوسومال أبريتس أو الانيشيشن كومبلكس، وتمنع تكوينه، يعني تمنع أنه هاي القطع الثلاثة تنجمع سوا، بلوك انيشيشن كومبلكس أو prevent the assembly of ribosomal apparatus، تمنع تجميع هاي القطع، فتمنع العملية من بدايتها، يعني من قبل ما يبدي التصنيع مال البروتين. أو هاي طريقة. الطريقة الثانية أنه ترتبط مع الـ 30S subunit، يعني بعد ما تولدت هذا الـ complex أو الـ initiation complex أو الـ ribosomal apparatus، هاي القطع الثلاثة انجمعت وبدأ تصنيع البروتين، تقدر أيضا ترتبط مع الـ 30S subunit. لكن إيش راح تسبب هنا؟ misreading of genetic code، يعني الشفرة الوراثية اللي موجودة على mRNA اللي تستخدم لتحديد التسلسل مع الأمينو أسيدز اللي تدخل بالبروتين المصنع، هذه الشفرة يبدي الـ 30S subunit يقرأها خطأ، فتبدي تدخل الأمينو أسيدز غير مطلوبة أو غير صحيحة بالتركيب مع البروتين، فيتولد عندك بروتين غير اللي الخلية تريده أو تحتاجه. فهاي العملية نسميها misreading of genetic code، يعني هنا نتكون الكومبلكس او الابريتس او الانيشيشن كومبلكس تكون، اللي هو قلنا هاي القطع الثلاثه ال 50S 30S والام ار ان اي انجمعت وبدا تصنيع البروتين، بس هنا اشنو يسبب انه قراءه خاطئه للشفره الوراثيه اللي موجوده بالان ار ان اي، يعني مثل ما نشوف هنا أنا. اما انه يمنع اصلا هاي القطعتين ال 50S وال 30S انه يرتبطون سوا، يمنعهم block the initiation complex، زين، أو ال initiation complex كان يتكون، يعني هاي ال mRNA هذا الخيط الأخضر هو ال mRNA وهذا ال 50S وهذه ال 30S تكونت، يرتبط بعد ما تكون ال initiation complex يسبب miscoding قراءة خاطئة لل mRNA genetic code اللي موجودة بال mRNA الشفرة الوراثية، فتولد منك بروتينات غير صحيحة ما تحتاجها الخلية أو تكون ضارة بالخلية. نلاحظ أنه البروتين الانتيبايتكس اللي تأثر على البروتين سينثيسيس تكون عادة بكتيروستاتيك، يعني ما تموت الخلية وإنما توقف نموها. لماذا؟ لأن البروتين سينثيسيس مو عملية إسنشال لحياة الخلية، فإذا كلها تكون بكتيروستاتيك. الانتيبايتك اللي تشتغل على البروتين سينثيسيس تكون كلها بكتيروستاتيك. اللي يختلف عن هاي القاعدة منه الأمينو جلايكوسايز، هذا يشذ عن هاي القاعدة، هو الوحيد اللي يكون بكتيروسايدل وليس بكتيروستاتيك من المجموعة اللي تأثر على البروتين سينثيسيس. زين، السبب هذا أشنو؟ يعني وأكو عدة نظريات، بس يقال أنه أكو أكثر نظريات شيوعا وقبولا، هي أنه البروتين الناتج من المسريدينج اوف جينيتيك كود اللي هسه ذكرناه يكون ضار او سام للخليه ويقتل الخليه. احنا مو قلنا تسوي مسريدينج للجينيتيك كود، يعني يبدي يقرا الشفره الوراثيه خطا،
فيتولد عندك بروتينات ضارة بالخلية تسبب موت. يعني هاي نظرية مطروحة يعني. فإذا هي باكتريسايدال أولا، وثانيا concentration dependent، وثالث شغلة أنه عندها post antibiotic effect PAE اللي يكون يتناسب طرديا مع الدوز. كلما كان الدوز أعلى كلما كان ال PAE فترته أطول، يعني الفترة اللي يبقى بيها الدواء يعمل inhibition أو suppression للبكتيريا بعد ما ينزل التركيز ماله تحت ال MIC، هاي نسميها PAE. كلما كان الدوز اللي يعطى بالبداية عالي كلما كان الفترة مال PAE أطول، يعني علاقة طردية. وبسبب هاي المواصفات أنه ال PAE مالته طويل و concentration dependent، يفضل أنه نعطيه single large dose given once daily، مفضلة حاليا على أنه نعطيه بشكل جرعة مقسمة divided daily doses. يفضل أنه نعطيه بشكل single large dose لهذه الأسباب، حتى ال post antibiotic effect يكون أطول، وبسبب كونها concentration dependent أيضا يفضل أنه نعطيها single large dose حتى تعطينا الإفكت الدوائي المطلوب. الأميلوغلايكوسايدز تشتغل عموما على الأيروبيك جرام نيجاتيف باسيلاي بما فيها المالتي دراج ريزيستنت مثل السيدوموناس، مثل الكليبسيلا، مثل الانتيروباكتر. زين، فإذا مثل ما نلاحظ هنا أنا تشتغل على الجرام نيجاتيف باسيلاي، أسينيتوباكتر، البروسيلا اللي هو ملحمة مالطا، فرانسيسيلا، كليبسيلا، سيدوموناس، يرسينيا، هاي كلها يشتغل عليه. بالإضافة أيضا يشتغل على الجرام بوزيتيف كوكاساي، لكن حتى ينطيك أعلى إفكت ممكن، أفضل إفكت ممكن بالنسبة للجرام بوزيتيف كوكاساي ما ننطيه بوحدة، وإنما ننطيه إن كومبينيشن مع بيتا لاكتام أنتيبايوتيك، مع بيتا لاكتام أنتيبايوتيك. زين، ليش؟ لأن أكو فت سينرجيستيك إفكت بيناتهم، يعني بين الأمينوغلايكوسايدز وبين البيتا لاكتام أنتيبايوتيكس أكو سينرجيزم، أكو سينرجي، فنعطيها سوا لعلاج السيريس جرام بوزيتيف إنفكشنز. مثلا إيش؟ مثلا إنتيروكوكال إنفكشنز أوف ذا هارت، يعني التهاب بطانة القلب البكتيري إنفكتيف إندوكاردايتس، هذا إذا كان سببه إنتيروكوكاي مفضل إنه ما ننطي الجنتامايسين بوحدة ولا البيكتالاكتام بوحدة يشتغل، بينما اكو سينرجيزم بين الكومبينيشن هذا من الدوائين فنعطيهم سوا لعلاج الجرام بوزيتيف كوكاساي. مثال عليها مثل شنو؟ انتيروكوكال انفكشنز، وكذلك الستريبتوكوكال انفكشن ايضا نعطيها ان كومبينيشن. الريزيستنس للامينوغلايكوسايدز قد يظهر نتيجة اعطاء اي فلكس بامب أو أنه الأبتيك مالها قليل إلى داخل الخلية، أو تتولد إنزيمات اللي تعمل إناكتيفيشن تصنعها الخلية البكتيرية، يعني إما إناكتيفيشن باي إنزيمز which are produced by bacteria، أو الأبتيك قليل، أو إفلكس بامب اللي يخرجها خارج الخلية. نلاحظ أنه الأميكاسين اللي هو حديث الظهور نسبيا يكون less vulnerable to these enzymes، يعني هذا قلنا انه اكو inactivation by enzymes اللي صنع البكتيريا، الاميكاسين ما يتأثر كلش بهاي الانزيمات، فنقدر ننطي مثلا جنتامايسين resistant بكتيريا، اذا ما اشتغل الجنتامايسين ننطي مكانه مثلا الاميكاسين. لماذا؟ لانه هو less vulnerable to these enzymes، فيفيدنا بال other aminoglycoside resistant بكتيريا. الأمينوغلايكوسايدز تكون highly polar compounds، polycationic highly polar compounds، يعني شحنتها عالية مشحونة water soluble، فإذا نتوقع أن امتصاصها جدا رديء poor absorption إذا انطيناها عن طريق الفم، ولهذا إحنا ما نقدر نستفاد منها إلا أنه ننطيها parenteral، يعني إذا تريد systemic effect للمريض لازم تنطيها عن طريق الانجكشن، يعني بالعضلة أو بالوريد، باستثناء النيومايسين. النيومايسين ما ننطي parenterally، لماذا؟ لأنه التوكسيستي مال تاع الكدني كلش عالية، very toxic effect عنده على الكدني إلى درجة أنه ما يصنعون منه مركب parenteral. وين يخلوه؟ يخلوه للtopical infections، يعني أشنو؟ يعني مثلا skin infection يشتغل موضعيا، أو ناخذه orally
لاحظ هو ما يمتص أورالي بس إحنا نعطيه أورالي. لماذا؟ يشتغل موضعيا بالباول بالقولون حتى يعمل لنا تطهير أو تعقيم للقولون، هاي نسميها باول بريبريشن أو باول كلينزينج، تعقيم قبل مثلا العمليات اللي تتم على الأبدومين مثلا كولوركتال سيرجري، هاي نعطيه أورالي حتى يشتغل موضعيا ويعمل لنا ديسينفكشن للباول قبل إجراء العملية. هاي المركبات تكون هيدروفيليك يعني ووتر سوليبل، فالتيشو كونستريشن مالتها يكون منخفض نسبيا بما فيها سي اس اف، يعني بالسي اس اف ما تحقق تراكيز عاليه حتى لو كان اكو انفلاميشن بالمننجز. فاذا تريد تعالج سي ان اس انفكشن بواسطه هاي المركبات لازم تحقنها مباشره بالسيربروسباينال فلويد، وهذا الروت ايش نسميه؟ نسميه انتراثيكال. يعني اذا حقنتها مباشره بالسيربروسباينال فلويد هنا مثل ما نشوف بالرسم هذا اللون بنفسجي، فهذا الروت نسميه انتراثيكال روت. هذا ايش وقت اذا تريد تعالج سي ان اس انفكشن. الامينو جلايكوسايدز كلها تعتبر البلاسينتا وتتركز بالفيتال بلازما انيمنيوتيك فلويد، فهي لازم نفكر بها اذا بنعطيها للبريجننت وومن لان هي ضاره بالنسبه للفيتس. الامينو جلايكوسايدز كلها تطرح unchanged باليورين، يعني ما يصير بها ميتابوليزم، تطرح مباشرة بالكدني، فإذا تعتمد على وجود رينال فانكشن مضبوطة حتى تطرح، وبالتالي إذا كان المريض عنده رينال ديسفانكشن يتوقع أن يصير بها accumulation. الأمينو جلايكوسايدز هي من المركبات القليلة من ضمن المضادات الحيوية اللي نحتاج نراقب التركيز مالتها بالدم، يعني تحتاج تقيس السيرم ليفل مالتها، وهاي العملية نسميها TDM Therapeutic Drug Monitoring. هذا نحتاجه في كثير من الأحيان حتى نتأكد أنه الدوز اللي بدنا نعطيها مناسبة، وحتى نتأكد أنه ماكو توكسيسيتي تسببها هذه الدراكس. ف to minimize dose related toxicity and to maintain adequacy of dosing لازم نقيس الثيرابيتيك ليفل مال هاي المركبات، خصوصي ايش وقت لو استمر العلاج فترة طويلة يعني أكثر من 5-6 أيام لازم تقيس. منو الناس اللي معرضين اكثر للتوكسيستي واللي نحتاج انه نعمل بهم مونيتورينج؟ هم الناس اللي هم عندهم الالدر اللي الكبار بالعمر يكونون اكثر الناس عرضه للتوكسيك افكتس مثل الاوتو توكسيستي والنيفرو توكسيستي، فلازم هذول كلش نعطي يعني الدوز بحذر ونعمل مونيتورينج للافكت اوف ذيز دراكس. فاذا الادفيرس افكتس اللي نشوفها بالنسبه لهاي المركبات ايش هي؟ اولا الاوتو توكسيستي اللي هي السمية على الأذن. السمية على الأذن إما تظهر بشكل إفكت على السمع، على السمع، على القدرة على السمع اللي نسميه auditory damage، مرات تكون خفيفة وشغلات بسيطة تنتس خفيف، مرات تكون hearing loss مؤقت، لكن بعض الأحيان مع الأسف يكون الدفنس الصمم يكون irreversible، فهي ننتبه لها. مرات أخرى التأثير على الأذن ما يكون عن طريق تأثير على الأوديتري دامج، يعني ما تسبب ضرر على السمع، وإنما ضرر على جهاز التوازن اللي موجود بالأذن الداخلية vestibular damage تعمل. فيضع عند المريض vertigo, ataxia, loss of balance، يعني فقدان للتوازن ودوخة ومشيته ما مضبوطة زين. هذا يرتبط أكثر شيء هاي الأشياء السمية مع التراكيز العالية جدا من الدم، أو إذا كانت فترة العلاج طويلة كلش يعني chronic administration. بهاي الحالات راح نشوف هذا الإفكت واضح وظاهر، هاي التوكسيك إفكتس تكون ظاهرة وواضحة. لاحظ النيومايسين، كانامايسين، أميكاسين هذول أكثر ايجنتس ممكن يسببون ضرر على السمع auditory damage، بينما الستريبتومايسين جنتامايسين هم أكثر مجموعة تعمل vestibular toxicity يعني ضرر على جهاز التوازن، فانتبه الفرق بيناتهم، يعني هذول سيلكتيف على السمع وهذول سيلكتيف على التوازن، بس انتبه للفرق بيناتهم. التوكسيسيتي هذه على الاذن ايش وقت نتوقع نشوفها اكثر؟ منطقيا يعني اذا كان المريض عم يستعمل انذر اوتوتوكسيك دراج، يعني كان عم يستعمل دواء اخر عنده نفس الافكت الظاهر على الاذن، مثل شنو؟ مثلا سيسبلاتين، مثل لوب دايريتكس، هذول هم اكثر ناس يكونوا معرضين ات ريسك لهذا الإفكت. النقطة الثانية نيفروتوكسيسيتي، هي يصير بها ريتينشن هاي المركبات بالبروكسيما تيبولار سيلز،
وتأثر على بعض الوظائف الخلوية disrupt some cellular functions، وهذا يؤدي إلى موت هاي tubular cells في بعض الأحيان، فيصير عندنا kidney damage. الكيدني دامج هنا أنا مو شغلة مطلقة، يتراوح من الشغلات المايلد والريفرسبل الخفيفة mild reversible renal impairment إلى الشغلات اللي كلش قوية وخطرة على المريض severe potentially irreversible تكون acute tubular necrosis. يعني الضرر أو الدامج على الكيدني يتراوح من الشغلات المايلد إلى الشغلات السيفير مثل إيش؟ مثل الأكيوت تيبولر نيكروسس اللي يسبب loss of kidney function. من هم أكثر مجموعة يكونون نيفروتوكسيك؟ نيومايسين، توبرامايسين، جنتامايسين، هذول هم أكثر ثلاثة يكونون نيفروتوكسيك. هذا الجدول بالمناسبة يعني شفته كلش مفيد بملخص للموضوع بشكل مختصرات، يعني إن شاء الله أتوقع يفيدكم. يعني التوكسيستي الأخرى أيضا على العضلة، الأمينو جلايكوسايز معروف بين هي تتداخل مع النيوروموسكولر فانكشن، تسبب نيوروموسكولر بلوكيت، فقد تظهر بعض الأعراض عند بعض الأشخاص مثل النيوروموسكولر ويكنس، وحتى مرات تصير باراليسيس. هذا ايش وقت نشوفه؟ اذا كان اكو رابد انكريس ان ذا كونستريشن، يعني يعطي جرعه عاليه في فتره زمنيه قصيره، او لو اخذ معاها انذر نيوروموسكولر بلوكرز، انذر دراجز ويتش افكت اون ذا مسل، نيوروموسكولر بلوكرز اخرى، نلاحظ انه هذا الافكت على المسل ممكن يظهر بسهوله، يظهر بشكل مثلا مسل ويكنس، او يظهر مرات بشكل شديد انه يصير شلل بالعضلات الهيكليه للجسم. من هم أكثر ناس يكونون عرضة لهذا الإفكت؟ الناس اللي عندهم مايستينيا جرافيس، مايستينيا جرافيس اللي أنتم مفروض ما أخذيها بالأوتونوميك، هذول يكونون at risk. أشنو هي المايستينيا جرافيس؟ هي عبارة عن autoimmune disease. autoimmune disease يعني شنو autoimmune disease؟ يعني مرض مناعي، جهاز المناعة يهاجم جسمه، يهاجم الجسم نفسه، تتولد أجسام مضادة للنيكوتينيك ريسبتور اللي موجود وين؟ بالعضلة الهيكلية، فيسبب هجوم المضاد الانتيبوديز عليها واتلافها، فينتج عنا مصر ويكنس. زين، هذول الاشخاص يكونون ات ريسك اكثر من غيرهم للنيورو ماسكولار باراليسيس اللي ممكن يظهر كسايد افكت لهذه المضادات الحيويه اللي هي الامينو جلايكوسايدز. حتى نعالج هاي الحاله اللي ظهرت ممكن نعطي كالسيوم جلوكونيت او نعطي نيوستيجمين اللي ريفرس ذا مصل بلوكيد اللي سببه الامينو جلايكوسايدز. واخيرا اخر شيء ممكن نشوفه انه النيومايسين قلنا ما ننطي بيرنترالي، ننطي فقط توبيكلي، اما عن طريق يؤخذ عن طريق الفم فور باول كلينزينج، فور باول بريبريشن بيفور سيرجري قلنا، او ناخذه على السكين لعلاج الانفكشنز. هو امين جدا، لكن بعض الأشخاص حالات نادرة يعني يصير عندهم نوع من الدرماتيتس، سيمي كونتاكت درماتيتس، يظهر عند بعض الأشخاص لما يستعملون النيومايسين، فهذا سايد افكت نشوفه أيضا بكثرة عند الأشخاص، يعني شائع بس مو كل الناس اللي تستعمل النيومايسين، هو سيف دراج، لكن بعض الأشخاص ممكن يظهر عندهم بشكل كونتاكت درماتيتس مثل ما نشوفه هنا بالصورة. وبهذا تنتهي محاضرة اليوم للمضادات الحيوية، مادة البروتين سينث انهيبيتر، انطيناكم الجزء الأول منها، إن شاء الله تكونوا استفاديتوا منها، وراح نحاول قريبا يعني نجمع أسئلتكم إذا عندكم أسئلة واستفسارات ونحاول نجاوب عنها بشكل مثلا لايف سيشن أو ما إلى ذلك، ويعني إن شاء الله تستفادوا قدر الإمكان. وشكرا جزيلا.